بتخاف من المستشفيات؟ أخاف؟ لا بالعكس، لا ما بخافش. لا لا يعني أنا بتزور مريض عادي، ممكن تروح تعمل فحوصات، تدخل مستشفى. أنا أعتقد إن أنا مريض كويس، أو يعني أنا بكره المرض، بحبوش أبدا. مين بحب المرض أصلا؟ لا المرض يعني إنك بتقعدي وإنك بتستسلمي، يعني مجرد إنه يبقى عندي مش عارف أحس بإيه مثلا، وجع في لازم بعد ساعة أبقى عند الدكتور. أنت كده بعد ساعة لازم يعني أكشف على طول، ما أحبش أستنى إن الحالة تزيد. حب في أشخاص مهملين بصحتهم. في الإيه؟ في أشخاص مهملين يعني بيأجلوا. أنت من الأشخاص لا أول مرة حبش. يعني تحس حاجة تروح no way. مجرد إنه مش عارف إيه يعني على طول أخد الأنتيبيوتيك اللازم أو الواتيفر، يعني الشيء اللي مطلوب، ما بيبقى في حرب بيني وبين المرض أو بين العاية. فأنا لازم أتغلب ولازم أنتصر أنا، إن أوكي طيب في الأول على طول نوك أوت يعني أبدا نهائي. Right. بأي